التحالف يفند المزاعم الحوثية بشأن سجن صادا، وواشنطن تعد مهاجمة الميليشيات الإمارات والسعودية طائشة. مقتل طفل في اشتباكات بين نساء داعش وقسد في مخيم الهول، والعراق يشدد الأمن حول سجونه. واشنطن تحذر طهران من إضاعة الوقت، وجمهوريون يؤكدون لبايدن أن الاتفاق مع إيران تهديد للأمن القومي الأمريكي. بعد اصطدامه بإصرار الصدر وبرزاني، قاآني يعتمد السرية في محادثاته مع الإطار التنسيقي. أهلا بكم إلى استوديو الحدث على مدى ساعتين، نفتح فيهما عددا من الملفات ونوافيكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة. استقبل رئيس الأركان الإماراتي حمد محمد ثانر ميثي كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية. ماكنزي أكد أن النظام الدفاعي الإماراتي كان فعالا في التصدي للهجمات الصاروخية، معلنا أن واشنطن سترسل سربا من مقاتلات F-22 المتطورة إلى الإمارات على أن تقود المدمرة USS كول بدوريات في مياهها. المسؤول الأمريكي قال إن الولايات المتحدة تعمل مع أبوظبي وشركاء إقليميين ودوليين على تطوير حلول أكثر فعالية لوقف هجمات الطائرات المسيرة حتى قبل إطلاقها. واليوم يستضيف تحالف دعم الشرعية منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريلسي لمناقشة مزاعم الحوثيين في يناير الماضي حول استهداف التحالف لأحد السجون في محافظة صادا. تحالف دعم الشرعية أكد أن الزيارة تأتي تجاوبا مع دعوات قدمت لغرض مناقشة المزاعم الحوثية بشأن السجن في صادا، مؤكدا التزامه بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية في العمليات العسكرية. أنتقل الآن إلى الزميلة ميس الحربي لتفصل أكثر. أكثر من مرة يعني سلطنا الضوء على مزاعم الحوثيين في سجن صعدة الآن وما يشاع، ما آخر ما يقال؟ آخر ما يقال أو آخر التحقيقات سنبدأ نفصل فيها أكثر محمد، هي تبدأ في 21 من يناير الماضي. روجت ميليشيات الحوثي بوسائل إعلامها استهداف تحالف دعم الشرعية لسجن في صعدة على الفور، فندت تحالف المزاعم الحوثية ومحاولة تضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع المستهدف. في 28 من يناير شدد التحالف إلحاقا لبيان قيادة القوات المشتركة والصادر في 27 من يناير منه بشأن ادعاء الميليشيا الحوثية استهداف سجن بمدينة صعدة، والمتضمن مباشرة إجراءات التحقيق وجمع كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالموضوع. أكد حينها التحالف أن قيادة القوات المشتركة ستقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث ولتنسيق أيضا وللأمم التنسيق المنسق الأممي للشؤون الإنسانية وأيضا للصليب الأحمر باليمن المتعلقة بادعاءات الحوثي. حين ذاك التحالف شدد على نقاط عدة نتابعها معكم. أيضا شدد التحالف على أن 4 مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف في صعدة، والموقع المذكور ليس أحدها وهو معسكر قوات الأمن الخاصة للحوثي، حيث أن أقرب سجن يقع على مسافة نحو 2 كيلومتر من الموقع محل
الادعاء، والموقع هدف عسكري مشروع بطبيعته لاستخدامه من قبل الحوثي ودعمه للمجهود العسكري بالعمليات العدائية وانطلاق الهجمات العابرة للحدود لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. بالفعل اليوم الثلاثاء يلتقي تحالف دعم الشرعية منسق الشؤون الإنسانية وسيلتقي خلال أيام الصليب الأحمر. قيادة التحالف كانت قد شددت على أن التضليل الإعلامي للحوثي هو محاولة لكسب تعاطف المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية. محمد، عن ماذا يكون هذا الاجتماع إن كان هناك أي معلومات؟ بالنسبة للحديث عن الاجتماع، بالفعل محمد، هذا محاور الاجتماع كان قد أعلن عنها أو أعلن عنها التحالف في بيانه السابق، وهو إطلاع المنسق الأممي على حقيقة نشاط الموقع العسكري محل الادعاء، أيضا مناقشة الرواية الحوثية المضللة، وأيضا طلب تبادل المعلومات المتوفرة لديهم بحسب البيانات الصادرة من بعض المنظمات بزيارة الموقع محل الادعاء، حيث أنه لم يتم اختار التحالف أو تلقيه أي طلب بإدراجه على قوائم عدم الاستهداف من أي منظمة أممية أو منظمة أيضا غير حكومية دولية. إذن محمد، هذا بشأن ما سيحدث بالاجتماع اليوم خلال الساعات القادمة. شكرا لك على كل هذه التفصيلات. شكرا. من الرياض معي المحلل السياسي اليمني فهد الشرفي، أهلا بك. يعني ما غاية الحوثيين في ترويج هذه الشائعات فيما له علاقة بسجن صعدة تحديدا؟ الحقيقة أن ما روي يومها كان أيضا مستغربا وغامضا، وإصرار التحالف على ضرورة كشف ملابسات ما حدث واستدعاء الجانب الأممي وإطلاعه على هذه التفاصيل هي لإطلاع الشعب اليمني، والحقيقة هذا جهد مشكور وجهد مطلوب، لأنه الرأي العام هناك لأكثر من مرة يسعى الحوثيين إلى إطلاق مثل هذه الإشاعات ويعملون عليها حتى أمام الرأي العام، سواء في الداخل اليمني أو على المستوى المحلي والإقليمي، ويعملون على نقل هذه الصورة. أنا كمهتم كان وباعتباري من أبناء صعدة تلقيت كثير من الاتصالات والرسائل عندما أعلنت الجماعة الحوثية أن هناك استهداف لسجن في صعدة. حاولت أن أسأل السجن المعروف في صعدة الذي هو السجن الإصلاحية المعروف في مدينة صعدة، السجن المركزي الذي فيها أكثر من 8000، وهذا عدد مهول جدا، ولا أعلم كيف يعني الحوثيين يكدسون الناس إلى داخل السجون، ومن المعلوم أن الذين في السجون هم خصوم الحوثيين، ليس هناك حوثي مسجون، الحوثيين يعملون كل شيء في اليمن ولا يسألون، ومعروف أنه لا يلقى القبض على أي عنصر حوثي، وأنه أكثر أو نسبة 90 إن لم نقل 100% ممن هم في هذه السجون هم معارضي الجماعة أو من تشتبه فيهم الجماعة أو من يعبرون عن رأي أو يعارضون بعض الأشياء، بالتالي كل هؤلاء هم خصوم الحوثية، وليس من مصلحة التحالف أن يستهدف هؤلاء المساكين والأبرياء. وظللنا نسأل ولم تأتينا المعلومة أنه سجن أو معسكر الأمن المركزي إلا من خلال إعلان التحالف، يعني حتى الحوثيين ما أعلنوش أنه فرع الأمن المركزي في صعدة، ونحن نعرف معسكر الأمن المركزي في صعدة والبنية التحتية التي فيه عبارة عن عنابر، ويعني معسكر فرع للأمن المركزي مثله مثل أي فرع في أي محافظة. واستغربت يعني كيف تحول إلى سجن والحوثيين يعلنون عن أرقام كبيرة، يعني مئات موجودين داخل السجن كما أفادت الرواية الحوثية. ثم تتبعنا هذه الرواية وسمعنا أنه كثير من السجناء هؤلاء الذين كانوا في هذا السجن تمكنوا خلال الضربة من الهروب، وبعضهم اعتبرها أن هذا تدخل يعني إلهي وفرصة لكي يتخلصوا، وخرجوا الحوثيين للبحث عن هؤلاء السجناء مرة أخرى ولكي يعيدوهم. يعني عندك عشرات المواقع التي حولها الحوثيين إلى سجون دون أن يطلعوا، بس في دلالات يعني حتى بجانب أن يكون سجن من هذا القبيل في صعدة تحديدا، كون يعني عبد الملك الحوثي من هذه المدينة أيضا أو المنطقة بعبارة أدق. ما الحوثية طبعا تمارس جمعا في صعدة متزايد، يعني أكثر من أي محافظة أخرى، وهناك يعني
كثير من التجاوزات التي حصلت والجرائم التي حصلت بحق المختطفين والأسرى من أبناء صعدة ومن خارج صعدة، باعتبارهم حولوا صعدة إلى قاعدة أمنية. يعني من يعتبرونه خطرا في أي محافظة فأنه يساق إلى صعدة. معلوم أن الحوثيين أيضا لا يعطون أهالي الضحايا وأهالي السجناء والمختطفين أي معلومات عن أماكن تواجدهم، فقد يكون العشرات ربما المئات ربما الآلاف من المفقودين من أبناء اليمن الذين لا يعلم أحد أين هم قد يكونوا موجودين في مواقع معينة في صعدة، واستخدمهم الجماعة الحوثية كدروع بشرية دون أن تعلن عن أماكن تواجدهم لا لأهليهم ولا لمنظمات محلية ولا لمنظمات دولية. وهناك أيضا معلومات عن أنهم أيضا فجروا سجن أكثر من مرة على بعض القاطنين فيه من المعارضين أثناء مرور الطيران، ثم قالوا هذا هؤلاء قصفهم الطيران وأعلموا أهليهم بأنه هؤلاء تعرضوا لقصف طيران. إذن هذه المنظمات الدولية نحن ندعوها وندعو التحالف أيضا طالما هو الذي ينسق مع هذه المنظمات الدولية إلى مطالبتها أيضا بالنزول إلى صعدة، والكثير من أبناء صعدة مستعدين أن يدلوا بالكثير من المعلومات عن مخابئ وأماكن سرية. هل تسمح الميليشيات الحوثية لمنظمات دولية تابعة للأمم المتحدة محايدة؟ ما لا يخشى أيضا في حال لو أرادت أن تلعب في هذا الموضوع وتسمح لأي منظمة أن مثلا تبعد هؤلاء المساجين، ترحلهم إلى أماكن أخرى سرية كي لا تظهر أي علامات من علامات مثلا التعذيب الذي يتعرضون له، أو ربما السنوات التي ما زالوا قابعين فيها في هذه السجون أو هذا السجن تحديدا؟ كل شيء متوقع، ولكن أنا أحدثك عن الآلاف. يعني السجن المركزي في صعدة فيها أكثر من 8000، يعني في عشرات مواقع بالإمكان أن يتم تزويد الجانب الدولي بها ويحتفظ بها كمعلومة دون أن يشعر الحوثيين. لكن هل سيفتحوا له يدخل بدون أن يدخل يفتش هذه المواقع بدون أن يأخذ إذن مسبق أنه بروح إلى الموقع الفلاني أو الموقع الفلاني؟ شكرا لك من الرياض المحلل السياسي اليمني فهد الشرفي. أما ميدانيا، تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها في جبهات شمال غرب مأرب، تحديدا وسط وادي الجفرة في مديرية مجزر، والتي تكتسب أهميتها لقربها من مفرق الجوف، كما أنها تتوسط المسافة بين محافظة مأرب ومحافظة صنعاء. هذا وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أن ميليشيات الحوثي أطلقت 4 صواريخ باليستية باتجاه حرب ومثلث عاهم في محافظة حجة. الصواريخ الباليستية أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي، وحذر التحالف من أن الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي، وأنه سيتخذ إجراءات عملية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين في الداخل. من مديرية حريب في جنوب محافظة مأرب موفد الحدث أحمد بقات. أحمد أهلا بك معنا في استوديو الحدث. واضح أنك أنت كأنك بين يعني في مدرسة أو ما لا أعرف تحديدا أين، لكن لك أن تشرح لنا لماذا اخترت هذه النقطة بالإضافة أيضا إلى الميدانيات التي لا غنى عن الحديث عنها. نعم محمد، الآن عادت الدراسة لمديرية حريب، لذلك جئنا إلى مديرية حريب جنوب محافظة مأرب لنستعرض المدارس التي كانت قد تحولت وقت الحوثي إلى مخازن الأسلحة والألغام كما عرضت الصور وكما سعر التقرير سنذيعه بعد ربما بضعة ساعات. كما تشاهد هؤلاء هم الطلاب الموجودين في مدرسة النور، هذه المدرسة خاصة بالبنات. زرنا قبلها مدرسة الثورة، هذه المدرسة التي كانت ميليشيا الحوثي قد حاول
حاولت استخدامها وبالفعل استخدمتها كمخزن للأسلحة والمتفجرات. وهناك كان هناك توقف للدراسة بصورة كاملة طوال 4 أشهر. كانت ميليشيا الحوثي تسيطر على مديرية حريب، حاولت خلال هذه الأشهر فرض مناهجها، فرض آراءها وأفكارها على الطلاب، على المدرسين وعلى المعلمين وعلى كافة يعني الأمور التعليمية. لذلك توقفت بصورة كاملة تم العملية الدراسية والتعليمية وعادت الآن. لذلك نحن نواكب هذه العودة، وكما تشاهد هناك فرحة للطلاب والطالبات، فرحة بوجودنا وفرحة بعودة الدراسة مرة أخرى بعد توقفها لفترة. يعني هناك بعض الطالبات والطلاب الذين كانوا نزحوا طوال فسطات الحوثي، ميليشيا الحوثي على مديرية حليب، لكنهم عادوا مرة أخرى للتواجد. كما تشاهد هذه فرحة الطلاب. في إمكانية أن تتحدث؟ كما ذكرت لك فرحونا ما إحداهن مثلا، خاصة أن الطفل يتحدث عادة على سجيته وبراءته، إذا كان ممكن يعني. نعم يعني سأتحدث إلى أحد الطالبات. نعم قولي لي، أنت فرحانة بعودة الدراسة؟ نعم. وأنا طيب قولي لي، كنت منقطع عليه عن الدراسة؟ إيش؟ ليه انقطعتي عن الدراسة؟ من مقفى الحوثي، من مقفى ميليشيات الحوثي قطعتنا عن المدرسة، وخلت بعض البنات ينزحن وروحتنا كل إلى وخلت المدرسة تتفرق، وانتصرنا الحمد لله مع العمالقة، والحمد لله انتصرنا وجعت الأمان والحنان. يعني كما تشاهد محمد، يعني هذه تعابير الطلاب. يعني سأتحدث أيضا. أعطيهم مجال يتحدثون. يعني انقطعت الدراسة خلال فترة، يعني لماذا انقطعت الدراسة ولماذا عدتم مرة أخرى؟ سبب عدم التعليم والمدرسات، يعني ما عاد في سنة دراسية، وتوقف التعليم عندنا، وما قدرنا نكمل التعليم بسبب الحوثي، ولها سبب يعني نزحنا إلى مأرب نكمل التعليم بس. يعني دلوقتي الأمور عادت طبيعية، بتدرسوا بطريقة طبيعية؟ بفضل العمالقة وفضل القوات الشرعية رجعنا إلى الدراسة، ورجعت أشياء التواصل الاجتماعي، رجعت مثلا الكهرباء والأشياء اللي هي أساس الحياة، رجعت لنا بعد عودة الشرعية والعمالقة زي كذا، لأنها كانت قبل منقطعة في زمن الميليشيا، فالآن رجعت لنا الحياة بعد أن فقدناها، وكذا استمرت عندنا الحياة لحد الآن. نعم يعني محمد، طبعا يعني تعرف الأطفال ويعني وفرحتهم صح. لكن يعني هذا يبين عودة الحياة مرة أخرى لحريب، هذا أحد مظاهر عودة الحياة، عودة الدراسة وعودة الطلاب والطالبات. يعني نحن نزور الآن مدرسة النور للطالبات، قبلها كنا في مدرسة الثورة، كان هناك أيضا فرحة من قبل الطلاب الذين عادوا مرة أخرى. يعني عندما كنا نتحدث مع الطلاب الذين كانوا يفتقدون المدرسة ويفتقدون التعليم بصورة كبيرة، قالوا أنهم لم يرتضوا أن يفرض عليهم الصرخة الحوثية التي كانت تجبرهم عليه من الميليشيا الحوثية. الميليشيا الحوثي أرادوا فرض مشرفين على التواجد وفرض أفكارهم وآرائهم على العملية التعليمية، لكن الطلاب رفضوا، وكذلك المعلمين. مادة توقف العملية الدراسية برمتها وعادت مرة أخرى، لذلك نحن نواكب هذه العودة. نعم شكرا لك. من وسط طبعا هؤلاء الطلاب الأطفال الفرحين بالعودة إلى المدرسة والدراسة في مديرية حريب في جنوب محافظة مأرب، موفد الحدث أحمد بقاتو. شكرا لك. شكرا سود الحدث متواصل فيه بعد الفاصل. روسيا تدعم قواتها في حميميم ب200 جندي من بيلاروسيا تحت غطاء الإنسانية. بتنفيذ عملية عسكرية لأهداف تقوم بعملية تمشيط واسعة في مديرية حريب. الرئيس جو بايدن يدرس إعادة إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب. ميليشيا الحوثي مكسرة وألوية العمالقة في تقدم. هذه أثار مدفعية ميليشيا الحوثي التي تحاول استهداف قوات الجيش الوطني. تتجه الآن ألوية العمالقة الجنوبية لملاحقة الميليشيات الفارة. اعتداءات الحوثية مستمرة
ادعاءات الحوثية بخصوص استهداف سجن في صعدة، إلى ماذا ترمي من خلال كل هذا الترويج لهذه الأكاذيب؟ نحن أمام جريمة متراكمة من قبل ميليشيا الحوثي. تقدم عقبة ملعاء، ما هو أهميته؟ هناك خسائر متتالية وتراجع مستمر في الميليشيا الحوثية. ما زلنا في ساعتنا الأولى من استوديو الحدث في الملفات المختلفة. قتل طفل وأصيب العشرات بين أطفال ونساء في مخيم الهول في ريف الحسك بعد اشتباكات بين نساء داعش وقوات سوريا الديمقراطية. ووفق مصادر محلية فإن قسد أطلقت الرصاص خلال محاولة لفض الحشود أمام الخيم المحترقة فيما يسمى قسم المهاجرات. وشنت قسد عقب الحادث اعتقالات واسعة في القسم المذكور تزامنا مع إغلاقه بالكامل واقتياد 20 سيدة أجنبية من نساء داعش إلى مركز الاستخبارات في المخيم للتحقيق معهن. معلومات أكثر عما دار في هذا الاشتباك من القامشلي مراسل الحدث جمعة عكاش. التطورات على هذا الصعيد. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. في البداية، عندما حدث حريق في أحد الخيام نتيجة تسرب لمادة المازوت، تم يعني احترقت أيضا 5 خيام أخرى، يعني احترقت 6 خيام. تجمع مجموعة من نساء داعش حول هذه الخيام عند محاولة قوات الأمن الداخلي على سايش الوصول إلى هذه الخيام والمساعدة في إطفائها. تجمعت مجموعة من نسوة داعش حولهم وحاولوا أسر 2 من عناصر قوى الأمن الداخلي. واحد منهم قام بالدفاع عن نفسه بإطلاق النار في الهواء. تجمع مجموعة كبيرة من النساء، طبعا في قسم المهاجرات في نساء الأجنبيات، تم إطلاق النار ما أدى إلى مقتل طفل يبلغ 10 أعوام، إصابة أيضا 6 سيدات أخريات نتيجة هذا الحادث. كان هناك يعني نوع من حالة الاحتقان والفوران في المخيم بشكل عام كنا نلاحظه بعد مسألة تحرير سجن غويران. يعني كان هناك محاولات لاستغلال أي فرصة لإظهار يعني إظهار يعني محاولات يعني لإثارة المخيم ضد عناصر الأمن الداخلي بعد سجن غويران. طيب، يعني هل الآن الوضع استتب بعد هذه الاشتباكات؟ محمد، معظم العاملين في المنظمات الدولية غادروا المخيم منذ مساء يوم أمس. اليوم كنا نتواصل مع المخيم، قالوا بأن الهلال الأحمر الكردي، منظمة سيف ذا شيلدرن، منظمات دولية غير حكومية أخرى أو يعني طلبت من موظفيها عدم التوجه إلى المخيم أو
العمل في المخيم. بعض المنظمات يعني احتفظت بعدد قليل من الموظفين داخل المقرات الأساسية في المخيم. هناك أيضا انتشار أمني داخل المخيم ومحاولات عدم يعني الدخول إلى قسم المهاجرات. يعني عندما نتحدث عن قسم المهاجرات نحن نتحدث عن حوالي 12 إلى 15 ألف امرأة مع أطفالهم من الجنسيات الأجنبية، يعني من الجنسيات غير السورية داخل هذا المخيم. هو هذا القسم يعني شهد حادث قتل الطفل وأيضا إصابة نساء آخريات، ويعني هناك احتقان داخل المخيم لا يزال حتى هذه اللحظات، لذلك تتعامل معها القوى الأمنية بنوع من التريوس ومن الحذر أيضا. شكرا لك من القامش لمراسل الحدث جمعة كاش. أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن العملية الكبيرة التي روج لها تنظيم داعش في مدينة الحسكة السورية تحولت إلى كارثة بالنسبة للتنظيم بعد مقتل المسلحين المشاركين فيها وبعض السجناء الذين اشتركوا مع المهاجمين ولاحقا مقتل زعيمه عبد الله قرداش. وأضافت الصحيفة أن عملية اقتحام السجن كانت من بين آخر الأعمال التي أمر بها زعيم التنظيم قبل مقتله، وهي أيضا من بين أسوأ الهجمات التي شنها داعش خلال السنوات الثلاث الماضية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الاستخبارات في الولايات المتحدة والعراق وبلد أوروبي قولهم إن زعيم التنظيم كان قلقا من نقص المقاتلين في الأشهر الأخيرة. وتشير التقديرات الدولية إلى أن داعش يحتفظ بما لا يقل عن 6000 مقاتل في العراق وسوريا، إذ يشكل خلايا ويتدرب على شن هجمات بحسب الصحيفة. كما أوضحت وول ستريت جورنال نقلا عن المسؤولين الذين لم تكشف عن أسمائهم أن جزءا كبيرا من قوة التنظيم يتكون من نساء هربن من مخيمات النازحين في سوريا. وفي العراق باشرت القوات الأمنية العراقية بنصب نقاط تفتيش متفرقة في عدد من مناطق مدينة كركوك بعد ورود معلومات استخبارية عن نية استهداف سجن التسفيرات داخل مطار كركوك الدولي. وأفاد المتحدث باسم قيادة شرطة كركوك بورود معلومات استخبارية عن وجود نيات لهجوم محتمل على السجن. وكانت السلطات العراقية قد اتخذت إجراءات أمنية مشددة أو اتخاذ إجراءات أمنية مشددة على الحدود مع سوريا خشية تسلل عناصر تنظيم داعش الهاربين من أحد سجون الحسك. من بغداد فاضل أبو رغيف الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية، ما حدث في الحسك هل يمكن أن ينعكس الآن على أي منطقة في العراق؟ نعم أستاذ محمد، تحية طيبة لك ولمشاهدي قناة الكريمة. يعني أستاذ محمد، أولا دعنا نتسالم على مسلمة أن ما حدث في قويران بالحسكة والصناعة لا أعتقد أن هذا السيناريو سيتم استنساخه وإعادة تجربته في العراق لجملة اعتبارات، من بينها أن السجون في العراق باتت محصنة ومضروبة بعدة أطواق وفيها حمايات مشددة وفيها لجان مشكلة، سيما إذا علمنا أن هامش اللجان التي تم تشكيلها لتجديد الحراسة والرقابة والمتابعة كانت على إثر يعني محاولة أو إحباط عملية هجوم في يعني عند نهاية العام المنقضي في يعني في شهر تشرين الثاني كانت هناك محاولة لهروب 3 من السجناء من سجن التاجي. هذا إذا علمنا أن مسلسل هروب السجناء في العراق سيما من القيادات الداعشية كان له سلسلة عميقة ضاربة بأعماقها منذ عام 2013 وما تلاها، حينما أعلن المقتول أبي بكر البغدادي في عام 2012 ما يسمى بهدم الأسوار، على إثرها كان هناك هجوم وهروب متزامن ما بين سجن أبي غريب الذي كان يضم قيادات نافذة وبارزة بالتنظيم، وكذلك هو يقع في غرب بغداد، وكذلك سجن التاجي الذي يقع في شمال بغداد، وأيضا هرب على إثرها المزيد من السجناء من القيادات، وكونوا على إثرها مجاميع يعني إرهابية أثرت طبعا على العراق واستطاعت في أن تتمكن من ما يسمى بدولة التمكين. اليوم لدينا سجن العدالة فيه موقوفين وفيه محكومين وهو يقع في قلب بغداد، لدينا سجن ذي الكفل أو الشفل ما يصطلع عليه فيه أكثر من 10,000 إلى 12,000 موقوف من القيادات، لدينا السجن الأهم والأبرز والتخصصي هو سجن الحوت الذي يقع في محافظة ذي قار، وهذا السجن طبعا فيه يكاد يكون جميع القيادات المحكومة التي تصل أحكامها من المؤبد حد الإعدام، وفيه قد ضربت أطواق منها أطواق داخلية تبدأ بالأطواق الداخلية المتمثلة بالحراس داخل السجن ومراقبتهم استخباريا وأمنيا، والأسوار العالية والتيول الذي
توج فوقه يعني أسلاك شائكة من فاخية رباعية الشكل، فضلا عن أبراج المراقبة والكاميرات الحرارية والكاميرات الليزرية، فضلا عن طيب بس هل يمكن في عرقيا في كركوك أن يستفاد مما حصل في الحسكة؟ لا يعني اولا كركوك يعني اولا فيها اهتمام خاص استاذ محمد. كركوك فيها جنب سياسي وفيها شق امني. كركوك جنوب شرق كركوك مناطق الحويجه ومناطق الرشاد ومناطق الرياض ومناطق مكتب ما يسمى بمكتب خالد، هذه مناطق نوعا ما خطره وكانت هي تعد مكانا للتنظيم يعني، وللان لا زالت البعض منها خطر. لكن كركوك فيها تسفيرات وهذه لا تعد مقرا ومقاما لقضاء ما يعني المحكوميات التي تصدر على القيادات التي يلقى القبض عليها من تنظيم داعش، لكنها تعد بمثابه تسفيرات او بمعنى تهيئه لحاله الى الجنايات، حالها حال تسفيرات صلاح الدين، حالها حال تسفيرات محافظه نينوى. لذلك اعتقد انه لا خوف ولا وجل من فيما يتعلق من الحفاظ على سجون كركوك رغم حساسيتها ورغم المخاطر التي تحيق بها، لكن الاجهزه الامنيه حقيقه الرقابه المشدده، المكان المخصص لها السجون مكان مخصص لها يكاد يكون بعيد ومضروب في هاله من الاطواق التي ذكرتها انفا. اعتقد انه لا خوف من تكرار هذا السيناريو على ما يقع في العراق. نعم. طيب مقتل زعيم التنظيم ايضا يعني قرداش يمكن ان ينعكس على مستوى العراق يعني تحديدا في ان يشن داعش الكثير من العمليات، ينشط من جديد للاثبات بانه لم يتاثر اصلا بمقتل الزعيم، وايضا على خلفيه ما حدث في سجن الحسكي. يعني استاذ محمد كما تعلم التنظيم هو تنظيم ايديولوجي وعقائدي، وهو لا يتاثر ولا يعتمد على الافراد والاشخاص، انما يعتمد على روح الجماعه. سبق ان تم قتل ابو مصعب الزرقاوي، واستمر من بعده ابو عمر البغدادي وابو ايوب المصري، وجاء وقتل ايضا في ضربه الثرثار في 12/10/2010، وسبق ان تم استهداف وقتل البغدادي، وجاء من بعده قرداش، وايضا استمرت العمليات وابو علي الانباري. لكن انا في تقديراتي قد يشن التنظيم ابان تنصيب خليفه جديد له، قد يشن هجمات ويطلق على هذه الهجمات باسم عبد الله قرداش. لذلك ايضا الاجهزه الامنيه والاستخباريه ماضيه قدما في اخذ الحيطه والحذر والاستخبار عن نوايا العدو لاجهاض ويعني احباط اي محاوله قد يشنها التنظيم تحت مسمى عمليات عبد الله قرداش، كما هي العمليات لابو علي الانباري، كما هي العمليات البغدادي التي استمرت لاشهر. اعتقد انه التنظيم يعني رغم انه تشظى وتشتت لكن لا زالت فيه روح، وهذه الروح ينبغي مزيد من الطرق للحد من خطورته ولإحاطته للحاول دون تمكنه من تنفيذ أي عمليات تذكر سواء كان في بغداد أو باقي المحافظات. أستاذ محمد من بغداد فاضل أبو الريف الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية، شكرا لك. سوريا أيضا تخطط بيلاروسيا لإرسال حوالي 200 جندي إلى سوريا للقتال إلى جانب القوات الروسية وفقا لوثيقة حكومية روسية، وستنظم الاتفاقية مشاركة القوة العسكرية البيلاروسية في تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا في مناطق خارج مناطق القتال. وتشير الوثيقة التي لم تحظى بعد بموافقة وزارتي الدفاع والخارجية في روسيا وبيلاروس إلى أن القوات البيلاروسية ستعمل تحت قيادة وإشراف القوات الروسية في قاعدة حميميم لدى وصولها. من غازي عنتاب الباحث في مركز الشرق للدراسات سعد الشارع، أهلا بك. ما معنى يعني أن تعزز روسيا قواتها ب200 جندي من بيلاروسيا؟ يعني لو كان العكس لفهمنا، روسيا تريد يعني تعزيز جنودها بهذا العدد من القوات البيلاروسية؟ نعم، تحية لك وللسادة المشاهدين. لا أعتقد أن الأثر العسكري هو البارز في هذه الخطوة. أعتقد أن الأثر السياسي وربما لاحقا حتى الاقتصادي هو البارز من خلال التكتيكات الروسية. دائما تجري في عندما تكون هناك استعمار من قبل الدول يتم الاستعانة بميليشيات من دول أخرى. شاهدنا ذلك في المثال الإيراني عندما استعانت بميليشيات أفغانية وباكستانية في الحرب السورية، وأيضا ميليشيات من حزب الله اللبنانية في اليمن. لكن في الحالة الروسية هنا مختلفة، هنا حالة توظيف تقريبا تجنيد
ثاني الدولة. سابقا أيضا أشركت روسيا مجموعات من الشيشان وما زالت تقاتل الحقيقة في سوريا إلى جانب القوات الروسية في عمليات عسكرية ميدانية تحديدا في الجنوب السوري. وأيضا منذ أكثر من عام حاولت أيضا روسيا استجلاب مجموعة وقد تم بالفعل وصول مجموعة من العسكريين الروس أسموها في ذلك الوقت أنها زيارة استكشافية عسكرية للمجموعات الروسية للبيلاروسية عفوا، ليتكلل ذلك في القرار أو الاتفاقية التي جرى الحديث عنها منذ يومين تقريبا بين روسيا من جهة وبيلاروسيا من جهة أخرى لإرسال 200 مقاتل للمشاركة في عمليات غير عسكرية تحديدا ما يسمى ما أسموه بالإنسانية والطبية خارج القاعدة، قاعدة المحميين العسكرية. تحاول روسيا بالفعل في هذه الفترة من جهة أن تزيد من أواصر العلاقة بينها وبين بيلاروسيا مع احتمالية اندلاع معارك عسكرية في أوكرانيا، وهي حقيقة تحتاج لحليفها بيلاروسيا لعدة أسباب. أولى هذه الأسباب جغرافية حيث ترتبط أوكرانيا مع بيلاروسيا بطول حدود جدا كبير، وأيضا بيلاروسيا وافقت على استضافة أسلحة نووية روسية في بلادها، أن هناك حاجة أمنية عسكرية لبيلاروسيا في احتمالية اندلاع، يعني الحاجة عسكرية في الحاجة إلى بيلاروسيا في إطار كل ما تفضلت فيها هي حاجة ربما جغرافية يعني منطقية بمعنى نسبة إلى المنطقة يعني، وليس الحاجة العسكرية بحكم يعني القوة العسكرية المتوفرة لدى الروس أصلا. صحيح، لكن أيضا من جهة أخرى مينسك كانت تحاول دائما أن يكون لديها حضور تقريبا في الملف السوري، لكن حضورا ليس عسكريا، وشاهدنا ذلك في زيارة وزير الخارجية السورية السابق وليد المعلم في الشهر السابع من عام 2019 عندما قام بزيارة رسمية إلى بيلاروسيا، وتم التوقيع هناك على عدة اتفاقيات اقتصادية طرحت في ذلك الوقت بيلاروسيا أن يكون لديها استثمارات في الموانئ السورية، لكن أجابهم وليد المعلم أن القرار هنا بيد موسكو. تبحث بيلاروسيا بالفعل عن استثمارات في الموانئ كون أن هذه البلاد لا تربطها أي حدود مع أي بحار، وبالتالي هي بحاجة نوعا ما لاستثمارات خارجية في ظل العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي لأسباب علاقتهم مع روسيا. لذلك أعتقد أن بيلاروسيا يعني ذهبت إلى هذا الخيار لعدة أسباب. السبب الأول هو توطيد أكثر العلاقات مع روسيا، ومن جهة في هذا السبب أيضا روسيا ربما تحاول زيادة أواصر العلاقة بينها وبين دول الاتحاد السوفيتي سابقا. ولا ننسى أصلا أن بيلاروسيا يعني علاقاتها ليست بالعلاقات الودية مع كثير من الغرب، ربما لهذا السبب يعني تغتنم هذه المواقف روسيا هذه المواقف من أجل يعني إرسال رسائل ربما إلى الغرب أيضا. بالتأكيد هذه نقطة جدا مهمة، يعني تحاول الانتقال إلى مستوى جديد من ما يسمى عمليات الدولة أو ظهور الدولة بالظهور خارج حدودها في مواطن النزاع ومواطن القلق والثورات، وهنا أقصد تحديدا سوريا. لذلك أيضا تقريبا هذه الخطوة أيضا حققت الهدف البيلاروسي الثاني، وهو الانتقال إلى ساحة معارك، وإن كان ظهورها في هذه الوثيقة هو غير ظهور عسكري. من جهة أخرى وهي أيضا مهمة أعتقد هذا الأمر، تبحث حقيقة بيلاروسيا إلى بلورة بعض علاقاتها الدولية، وهذا أيضا تطبيق ربما لتوجهات نظام بشار الأسد عندما قال نريد التوجه شرقا وترك دول الاتحاد الأوروبي ترك الغرب. لذلك ربما التقطت بيلاروسيا هذه الرسالة وبلورت هذه الاتفاقية، لذلك هي حققت هدفين منفصلين. الأول هو زيادة العلاقة مع روسيا، وروسيا تحتاجها حقيقة في هذه الوقت، ومن جهة أخرى هي ربما أما تحقق لاحقا استفادة اقتصادية بوجودها على الموانئ السورية تحديدا على اللاذقية انطلاقا من هذه الاتفاقية البسيطة. شكرا لك من غازي عنتاب الباحث في مركز الشرق للدراسات سعد الشارع، شكرا. سجل حدث متواصل فيه بعد الفاصل. المتابعون وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي يقولون إن فلاديمير بوتين لم ينتظر إيمانويل ماكرون ليغادر القاعة معه بحسب البروتوكول، إنما أومأ له بيده ليلحق به.
بعض الأخبار الأولية. 6 صواريخية من استهدفت مطار بغداد الدولي. يبدو أن العراق دخل حالة انسداد سياسي بعد إعلان نتائج انتخابات إيران. ما الذي تسعى إليه بخصوص نتائج الانتخابات؟ وأيضا البدء في تشكيل الحكومة. نحن الآن متواجدين بشكل خاص وحصري هنا على المدرج الرئيسي لمطار بغداد الدولي. العراقيون يقولون لإيران لا نريد أن نحكم من عباءة وعمامة. إلى أي حد تستطيع إيران أن تتابع بنفس السلوك؟ هذه الحكومة سوف تكون لا مطبخا عراقيا، لا نريد أن يكون هناك تدخلات خارجية. أسبوعين يفرضون الطوارئ، سيكون وضع العراق مختلف عن ما قبله. من هي هذه القوات؟ لماذا لا تسمونها صراحة؟ هل هناك اتهام لبعض الجهات السياسية؟ منذ 2003 وإلى حد الآن ما زلنا نعيش في ديمقراطية مقنعة. من أين يبدأ العراق في تحديد مساره القادم؟ ما زلنا في ساعتنا الأولى من استوديو الحدث في ملفاتها المختلفة. فيما يستأنف المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين وسطته في بيروت لتعبيد الطريق أمام عودة الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية، يزور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بيروت أيضا لمتابعة أعمال مجلس وزراء العدل العرب. ونقلت أوساط لبنانية بأن أبو الغيط سيشدد خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين على أن المدخل لحل الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج يمر عبر المبادرة الكويتية الخليجية والتزام الدولة اللبنانية بالإصلاحات والخطوات المطلوبة من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بما يضمن وقف تدخل حزب الله في الشؤون الخليجية وفرض السلطات اللبنانية سيطرتها على الموانئ البرية والبحرية والجوية للحد من تصدير المخدرات التي تشكل استهدافا للأمن الاجتماعي لدول الخليج. فيما سيتطرق لموضوع تدريب الميليشيات في اليمن على إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تشكل تهديدا متماديا للدول الخليجية. كما سيشدد أبو الغيط على ضرورة أن يكون السلاح محصورا بمؤسسات الدولة الشرعية وأن لا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية تزعزع استقرار المنطقة وأمنها. كما سيحث المسؤولين اللبنانيين على إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية. من بيروت أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد العزي، أهلا بك دكتور خالد. هذه الوساطات وإن كثرت كيف يمكن أن تفيد في موضوع ترميم هذه العلاقة الآن بين لبنان وتحديدا دول الخليج في ظل هذه المبادرة الكويتية الخليجية التي واضحة معالمها وأهمها موضوع السلاح أن يحصر بيد الدولة؟ صباح الخير أستاذ محمد، لك وللمشاهدين وللفريق العامل. بالطبع العلاقات اللبنانية العربية هي مأسورة من قبل حزب الله الذي يسيطر على مفاصل الدولة، وهو يعني يعلن علنا بأنه يواجه يعني هذه الدول، ونحن نرى في الخطابات والتصرفات في التعامل مع دول الخليج العربي ومع الدول العربية يعني لأنه هو يبتعد عن محيطه العربي وعن منطقته وعن
يعني موقع لبنان. وبالتالي هذه المبادرات ما هي إلا إشارات إلى المسؤولين وإلى الحكام في لبنان عليهم بالعمل على حفاظ على وحدة لبنان والتزام الحياد والخروج عن الوصايا التي تفرض عليهم، وبالتالي لبنان يقبع تحت الأجندة الإيرانية. طيب في هذه الحالة الآن، يعني عندما يأتي أمين عن جامعة الدول العربية، كيف سيستطيع أن يساعد في هذا الموضوع، يدفع بهذا الاتجاه، يقنع المسؤولين في لبنان على ضرورة التفاعل والتجاوب مع المبادرة؟ يعني في العرف اللبناني هو تدوير الزوايا، وبالتالي هذه المبادرة لم تناقش في اجتماع الوزراء اللبنانيين لكي لا تشكل فتيل قنبلة تفجأ بوجه الرئيس الحكومة، وإنما كانت على تشاور بين رئيس الجمهورية وبين رئيس المجلس، وأرسلوا وزير الخارجية الذي حضر اجتماع الكويت للوزراء العرب، وبالتالي لم يقدموا أي تقديمات في الحقيقة ما هي إلا صورية وشكلية، ولكن كما يقال باللبناني تدوير الزوايا، وهم مصممون ويريدون ويقولون كل هذه الكلمات المعسولة، لكن على الأرض هم عاجزون فعليا عن تطبيق هذا الشيء، لأن هناك القدرات والتركيبة اللبنانية غير قابلة لاتخاذ هذه النقاط يعني المكتوبة لبنانية عربيا وموافقة عليها دوليا لإنقاذ لبنان وإبعاده عن الصراعات الجانبية التي وضعه بها حزب الله خدمة للأجندة الإيرانية، لأن حزب الله بالنهاية ينفذ يعني أجندة خارج الحدود، وهذه الأجندة توظف فعليا لخدمة المشروع النووي الإيراني، وبالتالي إيران تحاول استخدام كل الأوراق في المنطقة من أجل إخافة الطرف الأمريكي الذي ترى بأنه هو مستعجل لإبرام صفقة، وهي تريد أن تخرج من هذه الصفقة يعني رافعة الرأس وتحقق ما تريد وتفرض على الإدارة هذه يعني نوع من الهزيمة المبطنة التي كانت إيران يعني هي في موقع هذا الهزيمة. ولكن على ما يبدو الاستعجال والصراع الداخلي سيضعنا مرة جديدة في قلب الحدث، لأن الإدارة الأمريكية لا يعنيها كل المشاكل العربية من خلال عدم النقاش بالسلاح الباليستي والأدرع والطيارات المسيرة التي باتت واضحة كيف تستخدم ضد الدول العربية في الإمارات وفي الخليج والعراق، وبالتالي هناك دبلوماسية واضحة لإيران لترويض كل الحلول، وهو محاصر صارت لبنان واليمن وسوريا والعراق، وبالتالي الأمريكان هم يغضون النظر تحت شعار أنهم يستمرون في عملية التفاوض في فيينا. نعم. شكراً. نعم انتهى الوقت فقط. شكرا لك من بيروت أستاذ العلاقات الدولية دكتور خالد العزي، شكرا لك. يناقش وزراء دفاع الناتو إمكانية رفع تعزيزاتهم في أوروبا الشرقية ضمن إجراءات عسكرية طويلة الأمد. يأتي ذلك على خلفية التصعيد الروسي على الحدود الأوكرانية، فيما يقوم الناتو حاليا بتدوير قوات داخل وخارج أوروبا الشرقية، وهو ما يسمى بوجود مستمر ولكن ليس دائما. قال مصدر رئاسي فرنسي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزام موسكو بعدم القيام بأي خطوات عسكرية للسماح بالوصول إلى خفض التصعيد بشأن أوكرانيا. المصدر الرئاسي الفرنسي أوضح أن الرئيسين اتفقا على سحب الوحدات الروسية من بيلاروسيا بعد انتهاء تدريباتها. كما أضاف المصدر أن ماكرون وبوتين اتفقا على الشروع في حوار موسع حول الحشود العسكرية الروسية وعقد لقاء لمستشاري رباعية النورماندي في المستقبل القريب،
وإجراء محادثات وحوار حول المسائل الاستراتيجية والأمن الجماعي. Nous avons eu une discussion qui a permis d'enclencher une série de propositions sur lesquelles je crois pouvoir dire qu'il y a des termes de convergence entre la Russie et la France. Vous avez vous-même commencé des discussions avec l'OTAN, les États-Unis d'Amérique. Il nous appartient dans les prochains jours et les prochaines semaines de poursuivre ces discussions concrètes pour bâtir précisément ces nouvelles garanties de paix et de sécurité. À cet égard, les demandes de garanties formulées de longue date par la Russie sur la limitation des déploiements militaires, la transparence des activités militaires conventionnelles en Europe, la transparence sur la défense antimissile et le régime de contrôle et de limitation post-FNI sur les missiles de courte portée et intermédiaire sont autant de demandes de la Russie qui correspondent exactement aux demandes formulées par les États européens. Поэтому здесь и находится и мучает меня уже 6 часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения. Ну, я считаю, что это благородная миссия. И благодарен ему за то, что он предпринимает такие усилия. Со своей стороны будем делать все для того, чтобы найти вот эти компромиссы, которые всех устраивают. من ساحة خكيف معي مفادة الحدث كريستيان بيسري في طبعا أوكرانيا. أهلا بك كريستيان. يعني أكثر من رسالة قلت بأنه مظاهر الحياة طبيعية يعني خاصة في العاصمة، لكن من الناحية يعني ربما التي ترصدينها سواء كانت يعني النفسية العاطفية لدى الأوكرانيين، هل ما زالوا يتخوفون من مسألة حدوث غزو عسكري روسي لبلادهم؟ أهلا بك محمد. بالفعل يعني نتحدث عن مظاهر طبيعية للحياة، وهذا ما أعتقد بأنكم تشاهدونه من خلفي. اليوم قمنا بجولة في الساحة الأساسية لخاركيف، رأينا بأنه المطاعم مفتوحة، الحياة طبيعية، حركة القطارات، حركة الباصات، كل شيء يعني طبيعي. ولكن عندما تتحدث مع الناس وتسألهم عن مخاوفهم من إمكانية اندلاع اشتباكات يقرون بأنهم متخوفون. الكل قلق، البعض تحدث عن أنهم يخزنون المواد الغذائية، هناك من قال لنا بأنهم يخزنون السلاح وذلك منذ عام 2014. يعني يقولون بأنه صحيح نحن نعيش سلام ولكن ليس سلام حقيقي منذ عام 2014. أحدهم قال لنا بأنهم يتخوفون لأنه البنى التحتية لهذه المدينة غير مجهزة بملاجئ، وبالتالي حقيبته جاهزة للفرار بحال حدوث أي اشتباك. امرأة واحدة فقط قالت لنا بأنها لا تتخوف، فهي لديها أهل بالجانب الآخر من الحدود وقالوا طمأنوها بأنه لن يحدث أي شيء. هنا تجدر الإشارة محمد بأن هذه المدينة تبعد فقط 40 كيلومترا عن الحدود الروسية، ومعظم سكان خاركيف غالبيتهم يتحدث الروسية ولديهم روابط عائلية واجتماعية وثقافية واقتصادية وغيرها مع نظرائهم على الجانب الآخر من الحدود، لذلك هناك تواصل يعني وكأنهم أهل ويتواصلون مع. يعني أفهم من كلامك كريستيان، فهذه المرأة قالت لنا بأن أهلها هناك طمأنوها. أفهم من كلامك أنه من خلال هذا الرصد وأنت تتنقلين من منطقة إلى أخرى أنه لا يوجد عداء بمعنى العداء الشعبي بين الروس والأوكرانيين، العداء هو نظامي أكثر منه يعني. أبدا. أيوة صحيح محمد، يعني توصيف دقيق. لا يوجد عداء شعبي، حتى بأنهم يذهبون أبعد من ذلك ويقولون بأننا زمن الاتحاد السوفيتي كنا بلدا واحدا ونحن شعب واحد ونحن أهل، ولكن السياسة هي التي فرقتنا. يشددون على أنهم دعاة سلام ولا يريدون الحرب، يقولونها صراحة، لا نريد الحرب مع أهلنا، لا نريد أن نتقاتل مع أهلنا، ولكن
إذا ما اضطررنا للدفاع عن منازلنا وأهلنا ومنطقتنا سنقوم بذلك. وبالمناسبة كان هناك مظاهرات منذ يومين في خاركيف، مظاهرات حاشدة خرجت للتنديد بالتصعيد الروسي وحملت شعارات تشدد على أوكرانية خاركيف. هنا أيضا محمد نذكر بأن هذه المنطقة على غرار الأقاليم التي أعلنت انفصالها عن أوكرانيا، إقليمي دونيسك ولوهانسك. كان هناك محاولات أيضا في خاركيف للانفصاليين لكي يعلنوها أقليما مستقلا عام 2014 ولم ينجحوا آنذاك بذلك. فلهذا تكتسب هذه المنطقة أهمية أكثر من سواها على المناطق الحدودية. وأيضا كان لافتا ما قاله منذ أسبوعين الرئيس زيلينسكي بأن روسيا في حال قررت غزو أوكرانيا فإن هذه المنطقة هي من أول الأهداف التي يمكن أن تضعها نصب عينيها. فإذا يعني الأهل هنا يعتبرون بأنهم ليسوا على عداء مع أهلهم في الجانب الآخر، ولكن إذا ما اضطروا سيقومون بواجبهم. شكرا لك من خاركيف موفدة الحدث كريستيان بيسري. انتهى المؤتمر الصحفي ليلة أمس بين الرئيسين الروسي والفرنسي في موسكو، لكن ما لفت المتابعين خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي أن فلاديمير بوتين لم ينتظر إيمانويل ماكرون ليغادر القاعة معا بحسب البروتوكول، إنما أومأ له بيده ليلحق به. بهذا إذن انتهت ساعتنا الأولى من استوديو الحدث، دقائق معدودات ونبدأ الساعة الثانية على أن نفتح فيها ملفات مختلفة أخرى. الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، ينضم إلينا مراسل الحدث. نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة. كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية؟ السلام سيتحدد في اليمن بالضغط على إيران. العملية العسكرية مستمرة لملاحقة فلول الميليشيات الحوثية. ما الذي تريد ميليشيا الحوثي أن تحققه من وراء هذا التصعيد؟ أنا أعتقد الآن في المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة. ما أبرز ما تم حتى الآن؟ ميليشيا الحوثية أساساً لا تؤمن إلا بالحرب. هذا المكان لم تصله أقدام الميليشيا الحوثية وبقي صامداً رغم الضربات المكثفة. هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حد هو مرتبط بالخسائر التي تتلقاها هذه الميليشيا الحوثية على الأرض في الداخل اليمني. فنجان من القهوة، قليل من الموسيقى، بداية مثالية ليوم رائع. مهلا، شيء ما ينقص المشهد. لعله الانتباه، التأهب، الاستعداد ليوم جديد. حافل كسابقي بوقائع، أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك، حاضرك، مستقبلك. قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها. النشرة الصباحية، كن مستعدا في كل يوم. ست جولات من المفاوضات مع إيران في فيينا، 65,000 انتهاك ارتكبها الحوثيون بحق الطفولة، 84 طائرة بدون طيار، 15 صاروخ باليستي. ما هي الأجواء الأمنية على الحدود؟ الضغمة السياسية الحاكم التي أوصلت لبنان. لا مساعدات مالية ستحول إلا بتنفيذ ووجود حكومة. يأخذ التصعيد في العراق منحا خطيرا. احتلال مناطق جديدة في شمال شرقي سوريا للتحقيق في قصف استهدف مستشفى ميدانيا. في تونس امتدت احتجاجات عنيفة. هل لمستم نية إثيوبية حقيقية
في التوقيع على اتفاق يخص سد النهضة. ما هو الوضع الآن وما السيناريوهات المتوقعة لليوم؟ الجانب الليبي من جهة الشرق لم يتلقى أي معلومة. لن يكون هناك حل سياسي مع هذه الجماعة إلا بعد أن يتم تحرير مدينة الحديدة. أخبار عاجلة ترد الآن. السعودية تعترض مسيرة مفخخة. تظاهرات في العام الجديد والتي دعت إليها لجان المقاومة توجهت إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة السودانية. بيان رسمي للشرطة تحدث عن متفلتين، من يقصد تحديدا؟ ما حدث أمس هي مجزرة حقيقية. هل للشارع مسؤولية في هذا الأمر؟ لا يمكن أننا نحتمل تجربة فاشلة نظيفة لتجاربنا الفاشلة السابقة. يعني أشكال من العنف، وهذا العنف بدأ يأخذ مناحي شبه ممنهجة. هل ثمة أصداء لهذه التظاهرات؟ داهموا المبنى وظلوا يبحثون عني، اقتحموا المكتب وقاموا بالاعتداء على المصورين وعلى المنتجين. 54 قتيل حتى اليوم، والبعض يتحدث عن أفق الحل، من أين يبدأ؟ ما الذي يفهم من الموقف الأمريكي الآن؟ ما الرسالة؟ والله أعتقد الرسالة هذه يعني معني بها دكتور عبد الله حمدوكي. أنني قد قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء. برأيكم هل هذه الاستقالة ستكون مدخلا لحل الأزمة السودانية أم بالعكس؟ التحالف يفند المزاعم الحوثية بشأن سجن صادة، وواشنطن تعد مهاجمة الميليشيات الإمارات والسعودية طائشة. مقتل طفل في اشتباكات بين نساء داعش وقسد في مخيم الهول، والعراق يشدد الأمن حول سجونه. واشنطن تحذر طهران من إضاعة الوقت، وجمهوريون يؤكدون لبايدن أن الاتفاق مع إيران تهديد للأمن القومي الأمريكي. بعد اصطدامه بإصرار الصدر وبرزاني، قاآني يعتمد السرية في محادثاته مع الإطار التنسيقي. أهلا بكم إلى ساعتنا الثانية من استوديو الحدث. نفتح فيها عددا من الملفات ونوفيكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة، والبداية من تطورات الملف النووي الإيراني. تستأنف اليوم في العاصمة النمساوية فيينا الجولة الثامنة من مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران، ومن المفترض أن تكون الجولة حاسمة في المفاوضات بعد عودة الوفد الإيراني والوفود الأوروبية إلى فيينا. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاديه إن المقترحات التي ستقدمها الولايات المتحدة اليوم ستحدد متى يمكن التوصل إلى اتفاق، وأضاف أن تركيز طهران منصب على رفع العقوبات التي تعوق الاقتصاد، إلا أن واشنطن اتخذت قرارا مختلفا في رفع العقوبات. الولايات المتحدة التي أعادت قبل أيام إعفاءات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني لتشجيع طهران على الالتزام عدت أن التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا أمر ممكن، إلا أن هذا الاتفاق يجب أن يستكمل بسرعة. الناطق باسم الخارجية الأمريكية أوضح أن هناك اتفاقا محتملا يتطرق إلى المخاوف الأساسية لجميع الأطراف، لكن في حال لم يبرم في الأسابيع المقبلة فإن تقدم إيران المستمر في برنامجها النووي سيجعل العودة إلى خطة العمل الشاملة مستحيلة. يأتي هذا فيما حذر 30 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس جو بايدن من عودة واشنطن للاتفاق النووي دون الحصول على موافقة المجلس. الأعضاء الجمهوريون أوضحوا في رسالة لبايدن أنهم سيحاولون منع عودة بلادهم للاتفاق إذا لم يعطوا دورا لبحث هذا الملف أو يستبعدوا قبل اتخاذ هذه الخطوة. وكشف السيناتور الجمهوري البارز تيد كروز أنه أبلغ وعدد من زملائه الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مجلس الشيوخ سيقف بشدة إن لم يعرقل نهائيا أي اتفاق مع إيران إذا لم يفي بايدن بالالتزامات القانونية التي تهدف إلى ضمان إشراف الكونغرس على التنقيحات أو التغييرات على الاتفاق.
وجدد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في رسالتهم التأكيد على أن اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي يمثل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، وأن السبب الوحيد لعدم رفع الاتفاق النووي للتصديق عليه من قبل المجلس هو أنه أضعف من أن يقبل من ثلثي الأعضاء. جولة حاسمة إذن من هذه المفاوضات، ماذا قد يدور فيها؟ ماذا يتوقع منها إن كانت فعلا ستكون حاسمة أم لا؟ ستنجح أم ستعرقل؟ ستفشل؟ كل هذا رهن السيناريوهات والتوقعات. إذن جولة حاسمة من مفاوضات الاتفاق النووي، على طاولتها العديد من الملفات أبرزها العقوبات والضمانات مواقف الوفود المشاركة ومقترحاتها، يمكن محاولة قراءتها من خلال تصريحات المسؤولين من مختلف الأطراف. الرئيس الإيراني مثلا إبراهيم رئيسي قال إن الاقتصاد، أي اقتصاد البلاد، لن ينتظر الاتفاق النووي في حال رفع العقوبات، إذ ستتهيأ أرضية الاتفاق. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عد أن العقوبات خط أحمر، وأن التوصل إلى اتفاق جيد في الأيام المقبلة يعتمد على الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، وإضافة إلى بعض العقوبات التي تصر إيران على رفعها وترفض واشنطن ذلك، فإن مسألة الضمانات التي تطالب بها طهران بعدم انسحاب أي إدارة أمريكية جديدة من الاتفاق لا تزال عالقة، وهي المطالب التي رد عليها رئيس الوفد الأمريكي روبرت مالي في تصريحات تلفزيونية، مؤكدا أن هذه ضمانات لا يمكن تقديمها للإيرانيين ولا يمكن إجبار الرئيس المقبل على البقاء في الاتفاق. مالي شدد في الوقت ذاته على أن التوصل إلى اتفاق ما زال في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، في إشارة إلى انتقادات أعضاء في الكونغرس حول جدوى العودة للتفاوض. تصريحات رئيس الوفد الأمريكي جاءت قبيل مواجهته أعضاء الكونغرس في جلسة استجواب سرية من قبل لجنة العلاقات الخارجية حول تطورات المفاوضات مع إيران، والتي يرى المراقبون أنه سيتعرض فيها لانتقادات حادة أوروبيا. دعا المنسق الأوروبي للمفاوضات إلى الاستعجال بإنهاء عملية التفاوض، وطالب الوفود المشاركة بالعودة إلى روح التسوية لإعادة العمل بالاتفاق. دعوات المنسق الأوروبي تأتي بعد تزايد الضغوط على الوفود الغربية لإنهاء المحادثات، خصوصا أن مسؤولين أوروبيين وأمريكيين يكررون منذ نهاية العام الماضي بأن هناك أسابيع قليلة للتوصل لاتفاق مع إيران، لكن الأسابيع تتحول إلى أشهر ولا اتفاق يلوح في الأفق. وتعليقا على التطورات في الملف الإيراني، مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قال للحدث إن هناك تغييرا تكتيكيا إذا لم يكن سابقا، أي خطة باء لدى إسرائيل، مشيرا إلى تخصيص مئات الملايين لسد الفجوة الاستخبارية والعملية. وأضاف المصدر أن تل أبيب في حملة طويلة ومتسقة ومتعددة الأبعاد لإضعاف إيران اقتصاديا وسياسيا وإلكترونيا، موضحا أن الحملة ستستمر ولن تتم في غضون عام أو عامين. بالتزامن يتوجه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء المزيد من المحادثات مع نظيره الأمريكي عن هواجس إسرائيل من العودة للاتفاق النووي من دون تعديل، بعد تجديد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت معارضته للاتفاق، موضحا أن بلاده ستحتفظ بحرية التصرف بغض النظر عما سيحدث. من لندن الدكتور نبيل الحيدري الكاتب المختص في الشأن الإيراني، من القدس يوني بن مناحم المحلل السياسي، أهلا بكما. دكتور نبيل، بداية، هل من المفترض فعلا أن تكون هذه الجولة الأخيرة من المفاوضات وتكون حاسمة؟
شكرا أستاذ محمد لك ولقناة الحدث، وتحية للضيف الكريم وللمشاهدين الكرام. نحن نعتقد أن إيران تستعمل الوقت والصبر والنفس الطويل والمماطلة، هذه طريقتها حقيقة يعني في الضغط على الطرف الآخر حتى يفقد صبره حقيقة ويقبل بالشروط، كما حصل في 2015 حقيقة، وحصلت على أمور حقيقة لا تحلم بها، وكان النتيجة هو أسوأ اتفاق اخترقت به مدننا وميليشيات وصواريخ وأسلحة. لذلك رأينا حقيقة أنه الكونغرس أكثر من 30 شخص وقع رسالة إلى بايدن يدعوه إلى التريث ما لم يأخذ موافقة ثلثي مجلس الشيوخ. وكذلك اليوم روبرت مالي معرض كما تفضلت إلى المساءلة، أول مرة يقدم مجبور روبرت مالي أن يقدم تقرير. ماذا يحدث في فيينا؟ لماذا يقدمون هذه التنازلات؟ إلى أين يصلون؟ ومجلس الشيوخ والبرلمان لا يعلم ماذا يفعل روبرت مالي، والكثير يعتقد أنه يتنازل بهذه التقديمات إلى إيران كما فعلها، وكان هو المحور الأساس في 2015 في التنازل لإيران. يعتقدون، إسرائيل تعتقد، كثير من مجلس الشيوخ من الكونغرس، ونحن نعتقد أن روبرت مالي يقدم تنازلات حقيقة للوصول إلى الاتفاق النووي. فأنا أعتقد حقيقة هاي طريقة إيران هي المماطلة تبقى إلى طيب. الدقائق. نسمع من يوني بن مناحم فيما له علاقة بالآن يعني التكتيكات الإسرائيلية. يبدو أنه لهجة إسرائيل بدأت تتغير قليلا، يعني بعد الكلام الكثيف والمكثف بهذه الصيغة أقول عن احتمالية يعني توجيه ضربة عسكرية. الآن تتحدث إسرائيل عن إمكانية اللجوء إلى إضعاف إيران سياسيا اقتصاديا، حملات إلكترونية. هذا للأسف الشديد هذا يدل على ضعف الموقف الإسرائيلي. هذا كلام ليس له أي تأثير على أمن إيران. كانت هناك محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء نفتالي بنت وبين الرئيس الأمريكي بايدن، حيث تم تداول كل المواضيع التي تتعلق بالمحادثات مع إيران. ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال خولاتا سيغادر إلى واشنطن للالتقاء بنظير الأمريكي جاك ساليفان للبحث هذا الموضوع. أنا أعتقد بأن حكومة إسرائيل لا تريد الاصطدام مع الإدارة الأمريكية، وليس لها أي قوة تأثير على الرئيس بايدن الذي لا يريد أي مواجهة عسكرية مع إيران، هو يريد فقط الحل السياسي. ولكن إسرائيل تقول بأن هذا الاتفاق إذا تم التوقيع عليه هو ليس إسرائيل ليس موافقة على هذا الاتفاق وعندها حرية. ولماذا إسرائيل يا يوني يعني تريد أن تنصب نفسها أنه هي الحاسمة في هالقرارات؟ يعني الاتفاق مع إيران كأنه لا يمكن أن يكون بين الولايات المتحدة وإيران إلا بموافقة تل أبيب. لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد بأن الرئيس بايدن هو له موقف مستقيل وهو يريد الاتفاق مع إيران بأي ثمن. ولماذا ستفشل إسرائيل بأي ثمن أيضا؟ إسرائيل لا تستطيع أن تفشل هذا الاتفاق، ولا تريد أن تفشل هذا الاتفاق، ولا تريد الاستدامة الولايات المتحدة. هي تقول بأن هي ليس ملتزمة بأي اتفاق، هي ليست طرف في هذا الاتفاق، وهي ليس ملتزمة بأي اتفاق يتم التوصل إليه، وعند حرية الرأي والاستقلال الموقف، وهي ستقوم بما هو الأسلح لأمن إسرائيل. وإذا هذا الاتفاق سيشكل خطر لأمن إسرائيل فهي تتصرف وتتبنى الخيار العسكري. طب دكتور نبيل، ردا على كلام يوني بن مناحم، هل يمكن للولايات المتحدة أن تلجأ إلى اتفاق مع إيران من دون ضمانات أصلا لحماية أمن إسرائيل؟ حصل 2015
حقيقة ليس هنالك ضمانات، وإسرائيل كانت مخالفة تماما، وفعلا أنه انتشرت ميليشياتها وصواريخها وامتدت. فالآن تقول إسرائيل نحن محاطين بصواريخ من كل مكان. نعم هذا حصل، وحصل الحقيقة شرخ كبير بين إسرائيل وأمريكا بسبب أنها مشت في الاتفاق في زمن أوباما دون موافقة إسرائيل. نعم ممكن هذا وقد حصل، ونحن نتوقع الآن أيضا يحصل، لأنه بايدن يسرع للوصول إلى الاتفاق كما عهدناه في مع أوباما وكما عهدناه في مرحلة الانتخابات، وكما نراه عمليا يقدم التنازل تلو التنازل تلو التنازل. طيب أنت قلت يعني أنه بالاتفاق عام 2015 الولايات المتحدة، عندما طبعا للدكتور نبيل السؤال أيضا، أنه تقاربت اتفقت الولايات المتحدة مع إيران من دون أن تلجم إيران فيما له علاقة بتوسع نفوذها تغلغلها ميليشياتها، لكن هذه المرة لا يمكن أن يكون الاتفاق فيه يعني شمل لكل هذه النقاط وضمانات في أنه إيران ستمتنع من الآن فصاعدا إذا ما جرى الاتفاق أقصد عن كل ما تقوم به في السنوات الأخيرة. وأين من تصريحات إيران تقول العودة إلى اتفاق 2015 معناه لا نضيف هذه الأمور، لا ميليشياتها لا صواريخها لا امتدادها. ولكن الكونغرس الآن في رسالته التي وقع عليها أكثر من 30 شخص يطلب منه، لأنه تهدد الأمن القومي الأمريكي، والدليل أن الميليشيات قصفت السفارة الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة، فهي رسالة حقيقة شديدة. ونحن نعتقد أنه حتى دول المنطقة عندما التقوا بالمسؤولين الأمريكي قالوا له دول المنطقة كيف ماذا تفعل الميليشيات في العراق واليمن ولبنان والخليج العربي وكل هذه الصواريخ التي تضرب الإمارات والسعودية ومنطقتنا. فهنالك ضغط على الإدارة، وليس فقط من الجمهورين حتى من الديمقراطيين. بوب اللي هو رئيس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الآن هو يطالب بايدن بذلك حقيقة. يوني إسرائيل ما أقصى أن تصل إليه في هذه الحالة إن جرى الاتفاق فعلا وعلى غير ما تشتهيه سفن تل أبيب؟ إسرائيل هي ليست ترى في التخوف الإسرائيلي الرئيسي هو من رفع العقوبات التي فرضت على إيران، لأنه هذا سيمكن إيران من الحصول على أموال كثيرة وكبيرة، والأموال عندما ستبدأ تتدفق إلى إيران من جديد هي ستنقل معظم هذه الأموال إلى وحدة قدس في حرس الثوري التي هي لها امتدادات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويكفي ما نرى اليوم من تصرف الحوثيين في اليمن والهجمات على السعودية وعلى الإمارات والتهديدات بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، فهذا حتى حقيقي يزداد من يوم إلى يوم. والولايات المتحدة تعلم هذا الموضوع ولم تعمل أي شيء، وهذا الموضوع هو ليس في ضمن الاتفاق الجديد التي تنوي الولايات المتحدة التوقيع عليه، فهذا خطر كبير غير خطر القنبلة النووية. قيل يوني بأنه يعني كل هذه الموضوعات مطروحة أصلا على طاولة البحث لأن ليكون الاتفاق شاملا، بمعنى لو حصل الاتفاق طبعا أكيد ليس كما تطمح إليه إيران 100%، هناك ستبقى بعض القيود، لكن بنفس الوقت ستردع إيران في هذه الحالة ميليشياتها والتوقف عن كل ما تقوم به من هجمات. لا أعتقد ذلك، أنا أعتقد بأن إيران وكانت هناك تصريحات إيرانية واضحة ترفض هذا الكلام، ولا ليس مستعدة أن يشمل الاتفاق الجديد موضوع الامتداد الإيراني في الشرق الأوسط وأيضا مشروع الصواريخ الباليستية، وهذا هو خطر كبير على كل دول المنطقة. دكتور نبيل، هل إيران في هذه الحالة إذا ما فشل الاتفاق هي تعي مخاطر هذا الفشل وما سيترتب عليه، خاصة أن هناك سيكون أكثر من طرف في هذه الحالة منها الولايات المتحدة تصبح أكثر يعني تقاربا مع تل أبيب لأي عمل عسكري؟
الحقيقة إيران تعتقد، يعني حتى أنا اليوم قرأت الجرائد، تعتقد أن بايدن ضعيف، وهو يعني وهي تبتزه، يعني هي بمقدار ما تضغط بمقدار ما تستطيع أن تحصل، فهي لا تقدر أنه الخطر من ذلك، ولكن هي تقول، وهذه النقطة صحيحة، تقول أنه بايدن لنا أفضل من أن تأتي إدارة مثل ترامب. بس دكتور، مسألة التحفظ ربما على التوصيفات، يعني عندما يوصف بايدن رجل ضعيف، زعيم ضعيف، بس أنت تتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، يعني وهناك مؤسسات، يعني كيف يمكن للمرء أن يتخيل أن رئيس أكبر دولة في العالم ضعيف أمام طهران؟ هو حقيقة المشكلة طبعاً أنت كما تفضلت، لذلك أنا أقرأها من ناحيتين أخرى. أولاً روبرت مالي الآن أمام مسائلة كبيرة جداً، فإذا هذه الأشياء السرية التي يعملها هذه الآن سوف تكشف أمام الكونغرس ومجلس الشيوخ، اليوم يجب أن يطلعوا عليها. وثانياً الرسالة جدا محددة وواضحة، تقول لبايدن، أنا بالضبط يقول بها، أنه أنت منذ أن جئت الحكم إلى الآن كيف وصل إيران في تخصيب اليورانيوم، مقدار تخصيبه، مقدار الطود المركزي، نوعية المفاعلات النووية، أنها تصل إلى عتبة النووي، فيها تفصيل كبير وتحديد، لأن أمريكا فيها مؤسسات، فلا يمكن للرئيس بل قالوا له مسألة أكبر، قالوا له نحن بعد 2015 وقعنا قانونا في الإدارة الأمريكية أنه حتى لو توقع اتفاق مؤقت لابد بعد 5 أيام تعرضه على مجلس الشيوخ، ومن حقه أن يرفضه وأن يحاسبك عليه. فرسالة شديدة وقوية باعتبار أن أمريكا لها مؤسسات حقيقة، يعني ليس بإمكانه أن يفعل لوحده، هنالك محاسبة من الكونغرس ومجلس الشيوخ، وحتى روبرت مالي اليوم أمام مسائلة شديدة لأول مرة يتعرض لها. من لندن الدكتور نبيل الحيدري الكاتب المختص في الشأن الإيراني، شكرا لك. من القدس المحلل السياسي يوني بن مناحم. استوديو الحدث متواصل فيه بعد الفاصل. البرلمان العراقي يفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد بدءا من يوم غد. تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربات جوية دقيقة. ميليشيا الحوثي تتعامل مع صنعاء بعقليات رجل العصابات. هناك استهداف متعمد وممنهج من قبل ميليشيا الحوثي للمدنيين. نحن نتجه الآن للخطوط الأمامية في جبهة البلق الشرقي. الحوثية منذ نشأتها الأولى وحتى اللحظة وهي منظومة الحرب. هناك إملاءات النظام الإيراني، حسن إيرلو كان يقود العمليات العسكرية في مأرب. 3 مديريات الآن فرضت فيها حالة الطوارئ. هل المشهد العسكري اليوم فيه متغيرات جديدة؟ سواء في محافظة مأرب أو في محافظة الشبوة رأينا تلك الضربات الجوية الحاسمة والقاسمة. نحن الآن وسط سوق مديرية عسيلان الذي تم تطهيرها من قبل ألوية العمالقة. تعرض سفينة شحن ترفع علم الإمارات للقرصنة من قبل الميليشيات. الجماعة الحوثية تقوم بنقل أسلحة إلى داخل هذه السفينة المختطفة. كيف يمكن تفسير هذه العملية والرسالة من ورائها؟
ما زلنا في ساعتنا الثانية من استوديو الحدث إلى العراق. أعلن البرلمان العراقي أنه فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد بدءا من يوم غد. وفيما لا تزال أزمة انتخابات الرئيس مستمرة بعد تعليق القضاء مؤقتا ترشيح وزير الخارجية الأسبق هشير زيباري، أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان أن زيباري ما زال مرشح الحزب الوحيد لرئاسة الجمهورية، وأن الدعوى القضائية بشأنه ستحسم خلال اليومين المقبلين. إذن أزمة انتخابات الرئاسة مستمرة في العراق بعد تعطل وبعد قرارات من المحكمة خاصة فيما له علاقة بترشح هشير زيباري. الأزمة السياسية في العراق مستمرة. منذ أن جمد زعيم التيار الصدري مفاوضات تشكيل الحكومة، تجميد تلاه مقاطعته للانتخابات الرئاسية لتكرر سبحة المقاطعين، تزامنا مع تعليق القضاء مؤقتا ترشيح وزير الخارجية السابق هشير زيباري للرئاسة. المحكمة الاتحادية كانت فسرت النصاب اللازم لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بوجود ثلثي أعضاء البرلمان، أي أن الثلث القادر على تعطيل نصاب الجلسة يساوي 110 نواب، وهو عدد لا يحصل عليه الإطار التنسيقي الموالي لإيران الذي لوح بورقة التعطيل. فوفق البيانات فإن لدى أطراف الإطار التنسيقي 80 مقعدا كحد أقصى، إضافة إلى 17 مقعدا لحزب الاتحاد الوطني، ما يعني أن مجموع تلك المقاعد لا يبلغ عتبة الثلث المعطل. وبتناقض هذا العدد مع النواب الذين حضروا جلسة أمس والمصنفين في الخانة المتأرجحة بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي، الإطار منهمك باجتماعات سرية بحضور قائد فيلق القدس إسماعيل قاني بحثا عن تفاهمات تنهي الخلاف الشيعي الشيعي. أما الصدر فيرفض كل مطالب الإطار، وتقول مصادره إنه لم تعد لديه أي أوراق تفاوضية معه، ويبقى أن الدستور ينص على انتخاب رئيس في غضون 30 يوما من انتخاب رئيس البرلمان، أي اليوم، إلا أن نصاب الجلسة يحتاج إلى حضور ثلثي النواب وموافقة الثلثين أيضا لتمرير اسم المرشح. من بغداد مراسل الحدث منتظر رشيد. منتظر أهلا بك. إذن مرة أخرى يفتح باب الترشح بدءا من يوم غد لمنصب الرئيس، أي معلومات أكثر؟ نعم، بالفعل بعد فشل البرلمان طبعا في عقد جلسة يحضر فيها طبعا أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية بسبب طبعا خلافات سياسية حول هذا الموضوع، وأيضا قرار المحكمة الاتحادية الذي صعب من مهمة اختيار رئيس الجمهورية بعد أن كان هشير زيباري قاب قوسين أو أدنى من أن يكون رئيس الجمهورية خلفا لبرهم صالح. قرار استبعاد هشير زيباري أو إيقاف إجراءات ترشحه من قبل المحكمة الاتحادية أفشلت جلسة، بالتالي هيئة رئاسة البرلمان اجتمعت اليوم واستشارت خبراءها القانونيون وقررت إعادة فتح باب الترشح من جديد غدا في 9 من الشهر الجاري، وأيضا لمدة 3 أيام سيتم إعادة الترشح، وهذا يعني عدة أمور محمد. أولها فسح المجال أمام الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى إمكانية ترشيح شخصية أخرى إذا فشل هشير زيباري طبعا في الحصول على قرار يبرئه من قبل المحكمة الاتحادية، وأيضا يتيح المجال أمام الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لكي يرشح شخصية أخرى غير السيد برهم صالح أو شخصية أخرى مع السيد برهم صالح. هذا القرار طبعا سيتيح الأمر أمام الطرفين طبعا ليرشحا شخصيات أخرى، لأنهما إن فشلت المفاوضات فيما بينهما طبعا على الأسماء المطروحة حاليا السيد برهم صالح وأيضا هشير زيباري، ربما سيعمد الطرفان إلى ترشيح شخصية أخرى يتم التوافق عليها كرديا تمهيدا للذهاب إلى البرلمان. من دون أي اتفاق لا يمكن الذهاب إلى البرلمان، ولو كان يمتلك طبعا التحالف الثلاثي أغلبية الثلثين لما عمدت أطرافه إلى تأجيل الذهاب إلى الجلسة. طيب ماذا تسمع منتظر البرلمان؟ ماذا تسمع من المصادر نعم. الكردية تحديدا في حال يعني بتت المحكمة بموضوع هشير زيباري أنه يجب أن لا يترشح، والحزب الديمقراطي الكردستاني ما زال يقول بأنه ما زال مرشحه الوحيد؟ يا
يعني هذا ما أعلنته المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل، أعلنت بشكل واضح وصريح أمس أن مرشحهم ما يزال هو شار زيباري، لكن إعادة فتح باب الترشح عمليا سيفتح المجال أمام نزول الحزب الديمقراطي ربما عن الشجرة، وبالتالي ترشيح شخصية أخرى إن حدث ما لا يحمد عقباه طبعا، وتم استبعاد هوشيار زيباري، أو حتى إن لم يتم التوافق على هذا الاسم من قبل بعض الحلفاء داخل التحالف الثلاثي. هناك حديث جدي عن أن مقتدى الصدر لا يفضل أن يتم ترشيح هوشيار زيباري في هذه واختيار شخصية أخرى. قرار البرلمان هذا يفتح المجال طبعا أمام الحزب الديمقراطي أن يقوم بترشيح شخصية أخرى، لأن الخلافات بدأت تنتقل إلى داخل التحالف الثلاثي، ناهيك طبعا عن اعتراض الاتحاد الوطني الكردستاني وبقية أطراف الإطار التنسيقي. نحن أمام أيام صعبة، هناك مفاوضات طبعا ومشاورات ولقاءات، لكن جميعها خلف الكواليس، لم يتم الإعلان عن أي مخرجات لمثل هذه اللقاءات. يبدو أن القوى السياسية الفاعلة تفضل أن تقوم بهذه الاجتماعات بعيدا عن وسائل الإعلام كي لا تفشل مثل هذه الاجتماعات، لكن الانسداد السياسي إلى الآن لا يوجد أي مخرج حتى هذه اللحظة لكل القضايا الخلافية. شكرا لك من بغداد مراسل الحدث منتظر رشيد. بعد جولات مكوكية بين أربيلة وبغداد اصطدم بها بإصرار كل من الزعيم الكردي مسعود برزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمواقفهما، وصل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني إلى بغداد إذ يواصل اجتماعاته مع قوى الإطار التنسيقي، وهذه المرة بسرية، إذ كشف مصدر عراقي مقرب من الإطار التنسيقي عن تواصل الاجتماعات الداخلية. قاني أيضا يحاول الوصول إلى تفاهمات تنهي الخلاف بين قوى الإطار والتيار الصدري لتشكيل حكومة تحظى بموافقة كل الأطراف. ولفت المصدر في حديث لشفق نيوز إلى أن الاجتماعات تجرى بسرية تامة لضمان نجاحها وإعادة ترتيب البيت الشيعي من جديد من دون تشويش إعلامي. هذا وقال المتحدث باسم دولة القانون بهاء الدين النوري إن مقاطعة الإطار التنسيقي لجلسة انتخاب رئيس جمهورية لم تكن من باب الاعتراض على المرشح هوشيار زيباري، إنما لأسباب عدة من بينها ضبابية المشهد برمته. من إربيل الكاتب السياسي كفاح محمود، ومن بغداد رئيس مركز التفكير السياسي حسان الشمري، أهلا بكما. دكتور حسان، بداية قاني إلى ماذا يهدف من خلال هذه الزيارات المكوكية وإن كانت داخلية في العراق، خاصة أن الأنباء تشير إلى أنه يحاول أن يرمم بين مزدوجين البيت الشيعي في العراق؟ شكرا لكم على الاستضافة. جهود قاني لا تختلف يعني عن تلك الجهود الإيرانية التي عمل عليها سليماني فيما سبق، يعني بالتحديد هو فكرة واستمرار البيوتات سواء كان البيت السياسي الشيعي أو حتى السني والكردي منه بالتحديد. ولذلك يعني يأتي هذا الجهد من قبل قاني هو استمرار لذلك النهج الإيراني المتبع في تعاطيه مع الملف العراقي بالتحديد، خصوصا وأن استمرار البيوتات يتيح هيمنة أكبر لإيران، خصوصا وهي تمتلك علاقات يعني كبيرة جدا مع القوى الشيعية وإلى حد ما مع السنية، وأيضا علاقات جيدة مع قوى كردية. ولذلك هذا الانخراط الرسمي من قبل قاني نعم هو يؤشر إلى فشل تلك المحاولات السابقة الزيارات، لكن بما لا يقبل الشك من أن تواجد قاني بهذا العدد من الزيارات يمثل مدى اهتمام إيران بالمعادلة السياسية القادمة، خصوصا وهي لا تريد أن تخسر على أقل تقدير تفوق حلفائها في من الشيعة وأيضا إلى حد ما من الكرد. ولذلك تجد هذه الزيارات هي لغرض تقريب وجهات النظر والخروج بمقاربة، لكن مع ذلك لا يمكن أن أنكر أو أقفز على حقيقة من أن هناك قوى ممانعة لتوجهات قاني، ولذلك يعني يبدو بأن
إيران نعم منخرطة بشكل كبير، لكنها لا تمتلك القدرة على فرض كامل قرارها على القوى، يعني على جزء من القوى الشيعية بالتحديد. أستاذ كفاح، بماذا اصطدم قاآني من مواقف الكرد في كردستان؟ بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لا أقول اصطدم، ولكن ربما هناك يعني اختلاف في وجهات النظر ما بين ما تطرحه ليس إلى حد الصدمة، يعني قد يكون فوجئ دعني أقول الكردي. ربما لكن تبقى في الأخير، تبقى في يعني في الأخير حقيقة مهمة جدا، وهي أن لإيران باع طويل ونفوذ كبير في لدى كل الأطراف، يعني هنا في إقليم كردستان وفي ما تبقى من البلاد. ومنذ ليلة أمس كان هناك اجتماع مهم للإطار التنسيقي، وطبعا بحضور الممثل الإيراني، وهذا النوع يعني كما ذكره الزميل منتظر، نوع من الاجتماعات المغلقة دون تسريبات إعلامية، يعني بأنهم يعالجون مسألة غاية في التعقيد وربما تحتاج إلى تداخل جراحي سواء في الإطار التنسيقي أو على مستوى التحالف الثلاثي. في المشهد الحالي فتح عملية الترشيح ربما أعطت مساحة جديدة لتقارب المختلفين، ولا ننسى حقيقة مهمة أستاذ أبو عبيد، أن الخلاف الكردي أساسه هو إسقاط للخلاف الشيعي. تذكر معي حينما قلت من على شاشتكم بأن أي تشرذم في البيت السياسي الشيعي ستكون له ظلال قاتمة وإسقاطات سلبية على المكون السني والمكون الكردي، وها الآن يتم استخدام الخلاف الكردي كعصا ضاربة وكضاغطة ورقة ضاغطة على الإطار، على التيار الصدري. بالتأكيد يعني واحدة من تداعيات الخلاف الشيعي هو الخلاف الكردي، وهم يعملون أيضا على توسيع الهوى حتى في المكون السني. ولذلك بات من المعلوم أن جميع الأطراف مهتمة بتقريب وجهات النظر بين الإطار وبين التيار الصدري أو التحالف الثلاثي الصدري الديمقراطي السني. القعاني سيعمل على هذا السيناريو، وهو تقريب وجهات النظر بما يخدم كل الأطراف بشكل لا أقول يجمع كل الإطار. أستاذ كفاح، قبل أن أنتقل للدكتور إحسان الشمري، بس هنا السؤال، قعاني بصفته من يبحث ويتدخل ويرتب؟ يعني هذه النقطة يجب أن تشرح. ممثل العراب الأساسي أستاذ محمد أبو عبيد، دعنا نكون واقعيين، منذ البدايات ليس اليوم، يعني وأنا ربما تتذكر معي ومعك بالذات، أنا قلت لن تمرر أي حكومة منذ 2005 أو رئاساتنا الثلاث بدون موافقة طهران وتأييد من الولايات المتحدة الأمريكية. الذي اختلف الآن هو هناك محاولة من التيار الصدري وحلفائه لتغييرها إلى حد ما، تغيير هذا يعني هذا السيناريو أو هذه الخريطة. الخروج ليس كليا على فكرة، لا نستطيع في ظل العملية السياسية هذه أن نخرج من هذا الإطار، إطار الموافقة الإيرانية. قعاني موظف ينقل لنا ما تريده القيادة الإيرانية صاحبة النفوذ الأكبر في العراق وفي العملية السياسية العراقية، وعلينا أن ندرك بأنه هذه العملية الآن للخروج من مظلة التأثير الإيراني تواجه صعوبات شديدة جدا، وحضور السيد قعاني ربما سيعمل على إعادة بناء هذه الخيمة، خيمة النفوذ الإيراني، بشكل ربما أخف من الخيمة السابقة، لكن ستبقى ذات الخيمة تغطي العملية السياسية العراقية. طيب دكتور إحسان، السؤال عينه بالتالي، لأنه من المهم أسمع وجهتين نظر يعني مختلفتين أو قد تكون متوافقتين في موضوع قعاني، أنه يعني مسألة عراقية بحتة يتدخل فيها ويحاول أن يرتب هذه الأمور كما قال يعني الأستاذ كفاح، كأن إيران تريد حكومة على مقاسها. لا يمكن أن أختلف مع ما طرحه أستاذنا كفاح، يعني في رؤيته حول ذلك الدور الإيراني، وحتى قعاني قبله سليماني. إيران
لا تزال يعني ما بعد عام 2003 تعد العراق جزء من مجالها الحيوي، وهي طالما تتحدث على أن الجغرافية العراقية، وهذا مؤسف طبعا حينما تتحدث إيران بهذا، أن الجغرافية العراقية هي جزء من أمنها القومي، يعني بعيدا عن الأعراف والقوانين الدولية وحسن الجوار وحتى يعني موضوع السيادة العراقية، هذا من جانب. ومن جانب آخر، إيران لا تزال يعني تعد نفسها الراعية للقوى الشيعية منها بالتحديد، وما تنظر إليه على أنهم الأغلبية السياسية، ومن ثم لابد باستمرار تمسكهم بالقرار السياسي العراقي. ولذلك يعني يبدو بأن الخلافات الأخيرة وتصادم المصالح ما بين القوى الشيعية هو من دفع إيران إلى أن تحظر بثقلها، يعني هذه الزيارات هي تمثل ثقلا كبيرا بالنسبة لإيران، الغرض من أن هناك قلق عميق لدى إيران. هذا القلق العميق بدأ يتوسع أستاذ محمد ما بعد ثورة تشرين أكتوبر من العام 2019. مستوى الرفض لإيران في الشارع الشيعي هذا جعلها تشعر بقلق كبير جدا من أن الأمور ستخرج من السيطرة، من الإمساك الإيراني منه بالتحديد. ولذلك هي تعد العراق رئة اقتصادية، بوابة سياسية، مثل ما لاحظنا أن العراق على أقل تقدير في زمن حكومة السيد مصطفى الكاظمي عملت على ترتيب أوراقها، يعني بغداد كانت بوابة لترتيب أوراق إيران بخلافاتها مع الدول العربية وحتى الإقليمية إلى حد كبير. ولذلك هي لا تريد أن تخسر القرار، لأن وجود معادلة سياسية يعني تثبت السيادة، لا أقول معادية لإيران، لكن وجود معادلة سياسية وخارطة حكم جديدة تثبت السيادة وتتعامل مع إيران على أساس القوانين وحسن الجوار، فبالتالي إيران ستكون خاسرة، ولذلك تجدها منغمسة بشكل طيب كبير جدا. بدقيقة قبل أن أعطي الدقيقة الأخرى للاستفتاء، بدقيقة، أنه من الأساس في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية علامة الاعتراض على هشير زباري، بدقيقة يعني بداية لا الأستاذ إحسان يعني والدقيقة الأخرى دكتور إحسان دقيقة وللأستاذ تقصد اعتراض تقصد اعتراض إيران على هشير زباري؟ لا الأحزاب يعني الصدر مثلا شركائه دولة القانون قالت إنه إحنا قاطعنا، ولكن ليس بسبب هشير زباري، كأن هناك إيماءات أن هناك تكتل يعترض على هشير زباري. يعني هذا بسبب ما أثير حول هشير زباري مؤخرا، أحرج الصدر بشكل كبير جدا، هذا من جانب. ومن جانب آخر يعني دولة القانون إذا ما أشرت إليهم يعني على علاقة وتحالف كبير جدا مع الفتح، يعني بما يسمى الإطار التنسيق، والإطار التنسيق الآن يدعم برهم صالح رسميا، ومن ثم لا يمكن أن يؤيد هشير زباري. الصدر محرج، ولذلك يبدو بأن فتح باب الترشيح بغض النظر أقول عن قانونيته، هذا سيخضع حسب معلوماتي سيخضع لأمر ولائي جديد على اعتبار أنه مخالف للقانون، لكن يعني اتهام هشير زباري بتهم فساد أنا أعتقد أنه أحرج الصدر مما دفع إلى أن يتعاطى. والدقيقة المتبقية للأستاذ كفاح كجزء من استمرار التحالف الثلاثي. نعم أستاذ كفاح، يعني هو بنفس الإطار أنه لو أصرت المحكمة على أنه لا يحق لهشير زباري أن يترشح، وهناك تكتل يعترض عليه، وغدا سيفتح باب الترشح من جديد، هل سيكون للأكراد مرشح آخر غير هشير زباري؟ ومن في نظرك قد يكون تنبؤك؟ بالضبط، الديمقراطي الكردستاني في خطابه السياسي ربما يعني معروف عنه العمل المرن أو التعامل المرن مع الأزمات، لحد هذه اللحظة كل العاملين في فريق السيد هشير زباري يؤكدون بأنه هو الممثل الرئيسي يعني الوحيد، لكن ما حصل اليوم بفتح باب الترشيح
وإذا ما صحت يعني هذه التوقعات، ولو اليوم صباحا اتصلت بأكثر من شخص قانوني ومحامي فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة ضد الأستاذ هوشيار، كلهم أكدوا بأنها يعني لن تثبت وسيخرج منها جميعا. لكن لنفترض يعني احتمال واحد بالألف حصل ما يحصل، خصوصا وأنا لدينا مسائل التأثير السياسي على كثير من مرافق القضاء، إذا حصل ذلك بالتأكيد هذا الفتح للترشيحات أعطى فسحة للاتحاد الوطني لعدم الإصرار على مرشحه برهم صالح، وربما يعطي فرصة أيضا للديمقراطي لدفع مرشح آخر على خلفية هذا التوقع أنه المحكمة تأخذ يعني منحة آخر. وفي كلتا الحالتين كما قلت لك هناك تأثيرات لزيارة قاآني، وأنا أعتقد يعني تبويس اللحى ظاهرة معروفة في العملية السياسية الشرق أوسطية في الأخير في الساعة الأخيرة من حسم الأزمة. من أربيل الكاتب السياسي كفاح محمود، ومن بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور حسان الشمري، شكرا لك. استوديو الحدث متواصل فيه بعد الفاصل. أمريكا تخشى تهديدات متزايدة من جماعات متطرفة محلية وأجنبية. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. زلنا في ساعاتنا الثانية من استوديو الحدث. في ملفها الأخير، بكل الأحوال حذرت وزارة الأمن الداخلية الأمريكية من ارتفاع خطر تهديدات إرهابية محتملة تستهدف المدارس والجامعات. هذا التخوف يأتي على خلفية بلاغات كاذبة الأسبوع الماضي استهدفت مدارس في عدد من الولايات المتحدة على نحو متزايم، بالإضافة إلى أزمة رهائن الكنيسة اليهودية الشهر الماضي. وفي السياق، تعد الإدارة الأمريكية وثيقة جديدة تتعلق بالأمن القومي ستحدد أولوياتها في العالم ورؤيتها للمخاطر والتحديات في المرحلة المقبلة. وأوضح موقع أساس الإخباري أن أبرز تلك الأولويات يكمن في المواجهة مع الصين وروسيا والمفاوضات النووية مع إيران وأمن إسرائيل، إلى جانب الاستمرار في مواجهة داعش والإرهاب العالمي وإنهاء حروب المنطقة وخفض القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ومواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا. وأمس عرضت الولايات المتحدة 10 ملايين دولار مكافأة لمن يقدم معلومات تساعد على التعرف على
أو تحدد على بالأحرى يعني مكان وجود زعيم تنظيم داعش ولاية خراسان صنع الله غفاري. من القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، ما الذي تسعى إليه إذن الولايات المتحدة في خطتها الأمنية للمستقبل؟ خفض صراعات المنطقة، خفض عديد القوات الأمريكية، وما البديل؟ يعني إلى ماذا تطمح وتفكر؟ يعني الولايات المتحدة حتى الآن لم تقدم مقاربة صحيحة أو شاملة أو منظومة تعامل مباشرة، كلها سياسات وإجراءات تبدو مؤقتة فيها نوع من الارتباك وعدم وضوح الرؤية. لم تبلور الإدارة كما تعلم استراتيجية كاملة أو رؤية ومقاربة كاملة مثلما فعلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب، وبالتالي الحديث هنا عن استراتيجية كبرى للولايات المتحدة هذا أمر مهم للغاية، خصوصا وإنه الرئيس جو بايدن قدم رؤية مؤقتة أو الاستراتيجية المؤقتة للإطار للتعامل مع قضايا الشرق الأوسط والسياسات العامة الخاصة بالاستراتيجية الأمريكية. نقطة من أول السطر هو لماذا الآن، يعني السؤال المطروح لماذا الآن، هل الولايات المتحدة ستبلور استراتيجية كاملة أو مجرد إجراءات متعلقة بمواجهة الإرهاب أو الجماعات العنف في الإقليم؟ القضية ليست اغتيال قيادات من تنظيم داعش، وإنما بطبيعة الحال كيف ترى أمريكا والإدارة مصالحها في أقاليم متعددة. هناك ارتباك في إدارة الملفات في الشرق الأوسط، هناك تصميم على تكرار سياسات خاطئة تجاه روسيا، تجاه الصين، تجاه ما يجري في منطقة القوقاز وجمهوريات آسيا الوسطى والأزمة الأوكرانية كما تعلم حضرتك. فمن الواضح أن هناك ضغوطات تتعرض لها الإدارة من خلال وزارة الدفاع الأمريكية، لأن وزارة الدفاع تريد أن تقدم هذه الاستراتيجية. تأخرت الإدارة الأمريكية عن تقديم هذه الاستراتيجية بعد يعني توليها. الإطار المؤقت لم يكن كافيا لأنه لم يقنع أحد بأن السياسة الأمريكية أنجزت الكثير، يعني ليست القضية تصفية قيادات من داعش، هذه عبارة عن إجراءات. الحديث لابد عن مقاربة شاملة لمواجهة الإرهاب، مقاربة شاملة للتعامل مع الحالة الصينية مع روسيا، وبالتالي في تنازع حول هذا الأمر في هذا التوقيت. الحديث داخل البيت الأبيض بالمناسبة والخارجية حول أمرين، إن عمليات الاغتيالات التي تمت لقادة داعش ووضع بقى الأرقام الكبيرة الملايين لتصفية الأسماء الأخرى مرتبط بمصالح شخصية للإدارة وللرئيس جو بايدن الذي لم يحقق نجاحات كبيرة وأخفق في التعامل مع أزمة أفغانستان، فبالتالي في مصالح مباشرة. ولا تنسى أن الولايات المتحدة مقبلة أيضا على انتخابات التجديد النصف للكونغرس، وسيكون وقتها لكل حادث حديث. إذن هناك طب هل تستشعر معي دقيقتان عذرني على ضيق الوقت، تستشعر أي خطر داخلي أيضاً للولايات المتحدة؟ بالتأكيد هناك طبعاً تهديدات كثيرة للداخل، وأعتقد أن القضية ليست في التحذيرات، لكن هناك تقارير موثقة خرجت من وزارة الدفاع ومن CIA خلال العشرة أيام الماضية تؤكد احتمالات وقوع أعمال، يعني أعمال ليست كبيرة لكنها ستهدد الأمن القومي الأمريكي. هناك عدد من الولايات طبعاً تعرضت لهذا في التهديدات مباشرة. منسوب العمليات الإرهابية اللي بيقوم بها داعش أيضا في مناطق أخرى من العالم يثير قلق الجانب الأمريكي، يعني بعد اغتيال قائد التنظيم القرشي طبعا كما تعلم منسوب الإرهاب زاد في مناطق متعددة جنوب الساحل والصحراء، وهناك مخاوف من أن تتمدد هذه العمليات الإرهابية في عدد من العواصم الأوروبية أو في الولايات المتحدة، وبالتالي يبدو أن الولايات المتحدة تريد أن تنقل رسالة ردع قبل أن تعلنها بصورة مباشرة. من القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، شكرا لك. انتهت ساعتا سجل الحدث لهذا اليوم، فتحنا فيه مع عددا من الملفات، وفيناكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة. طبعا كانت لنا وقفة مع التطورات الأمنية
في الحسكي في ظل الاشتباك الذي حصل بين قسد ونساء داعش وأسفر عن مقتل طفل. أيضا أزمة انتخاب رئيس للجمهورية في العراق، وتوقفنا عندها خبرا وتحليلا التطورات في اليمن. غدا ساعتان أخريان متجددتان، وللحدث بقية. هي من سوف يتجه إليها الشعب، وأما أن يدعمها أو يسقطها. هناك تجاوز للقانون بشكل صريح وواضح. هذه الخطوة كيف يمكن أن تؤثر على سير الانتخابات؟ في الشارع رغبة كبيرة في دعم كل مرشح. الحديث اليوم عن التوافق متأخر جداً. هل يمكن أن نقول لكل إقليم هناك مرشح؟ الانتخابات حتى وإن جرت بشكل المخطط لها لن تكون نهاية الانقسامات ونهاية الأزمة في ليبيا. كل الحلول السابقة ساهمت في مزيد من التشظي والانقسام. هل هناك تخوف من أن يخرج السلاح الذي تم التهديد به قبل إلى هذا اليوم؟ ليبيا دائما عودتنا على المفاجآت. هل نعتبر بأن الآن المعركة الانتخابية يمكن أن نقول أنها بدأت؟ هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. البدء في تنفيذ عملية عسكرية لأهداف تقوم بعملية تمشيط واسعة في مديرية حريب. رئيس جو بايدن يدرس إعادة إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب. ميليشيات الحوثي مكسرة وألوية الأعمال في تقدم. هذه أثار مدفعية ميليشيا الحوثي التي تحاول استهداف قوات الجيش الوطني. تتجه الآن ألوية العمالقة الجنوبية لملاحقة الميليشيات الفار. اعتداءات الحوثية مستمرة. ادعاءات الحوثية بخصوص استهداف سجن في صادا. إلى ماذا ترمي من خلال كل هذا الترويج لهذه الأكاذيب؟ نحن أمام جريمة متراكمة من قبل ميليشيا الحوثي. تقدم عقبة ملعاء، ما هو أهميته؟ هناك خسائر متتالية وتراجع مستمر في الميليشيا الحوثية. قد تهدأ الأحداث قليلاً ثم تفاجئنا. إيقاع يتسارع ويتباطأ لكنه لا يتوقف. كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكة من المراسلين حول العالم مع أهم المحللين والمختصين بالشأن العربي والعالمي. دراسة وتحليل موضوعي لأهم أحداث اليوم. الأخبار الليلة يومياً الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. كل منهم لديه مهمة. باحثين عن المعلومة ليأتوك بالخبر. حتى وإن كانت الظروف صعبة. أذهب مباشرة بالصورة. ومهما كلفهم الأمر لا يتراجعون. يوما بعد يوم مستمرون. مراسلو الحدث. اليوم خرج المتظاهرون إلى الشوارع واتجهوا للقصر الرئاسي. حاليا هم بيضربوا بالرصاص، وبرضه الثورة مستمرة. هل هناك توقعات بأن تنحرف التظاهرات عن السلمية؟ لا
لكن استمرار التظاهرات لا يعني فقط استمرار الدماء، يعني استمرار الأزمة. إلى أي مدى هناك جدول، هناك أجندة قادمة بالنسبة لخروج هذه التظاهرات؟ اليوم تم حرق محلية مدن الكبرى، لماذا؟ لماذا تحرق الممتلكات العامة؟ أما آن لهذا النزيف أن يتوقف قبل أن ندخل إلى مسألة المبادرات والحل.